بهدف توفير فرص عمل منزلية، أقام مركز عنبر المجتمعي تدريباً لفن الورق الكولينج على مدار 12 جلسة، وهو من الحرف اليدوية التي تتميز ببساطة الخامات المستخدمة فيها وروعة الأشكال الفنية التي يمكن صناعتها من خلال هذا الفن. وبخطوات مدروسة ودقيقة تتحول شرائط الورق الرقيق لتحف فنية متنوعة بعد لفه وتشكيله بصورة متناسقة وأسلوب خاص، كما استهدفت الدورة عددا من السيدات واليافعات في مدينة عفرين. تأتي هذه الدورة كمرحلة أولى للتعليم، حيث ستتبعها مرحلة احترافية وستختم بمعرض لعرض أعمال المشاركات قبل انطلاقهم لسوق العمل. مرحبا، أنا سوزانا من مركز عنبر المجتمعي. نحن مركزنا بيعمل عدة نشاطات، من ضمن هاي النشاطات قمنا بتدريب لف الورق أو الكولينج. هذا التدريب استهدف عدد من السيدات والصبايا. الهدف من هذا التدريب التعرف على فن الكولينج أو لف الورق، واللي كان 12 يوم. في هي مرحلة أولى، إن شاء الله في مراحل جديدة كمان متقدمة. في نهاية هذا النشاط أو التدريب رح نقوم نعمل معرض للأعمال اللي عملوا فيها السيدات بخلال فترة التدريب. ان شاء الله بهي النتائج مستقبلا انه رح يتم فيها بيع الاعمال. بنهايه هذا التدريب انه رح يصير عندهم ترويج، رح يصير عندهم دخل مادي، تعرفوا على هذا الفن وبيفيدهم بديكورات بيوتهم، وصارت مهنه نشاط يدوي بالنسبه لهم.